السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف على برنامج السكراتش. ده موقع بيخليك تبرمج أو تكتب فكرة البرمجة. بقدر أجي هنا وأقول له أنا عايز أستخدم حاجة اسمها تكست تو سبيتش، يعني الكلام اللي أنت تكتبه هيتحول لصوت. تمام، هلاقي عندي حاجة هنا في الإيفنت اسمها أول ما أدوس على العلامة دي يبدأ الشغل، وبعد كده هاجي هنا أقول له سبيك وأبدأ أكتب له الكلام اللي أنا عايزه. يعني مثلا إيه، Hello world, my name is Muaz Omar. تمام، طيب كده انا قلت له يقول ايه. هقول له اسيس فويس 2، اختار الصوت اللي انا عايزه مثلا اهوت، واقول له شغل. Hello world, my name is Muaz Omar. اهو الكلام اللي انا كتبته بدأ يتحول، تقدر تغير الصوت من هنا. Hello world, my name is Moaz Omar. طيب وممكن تاخد الكلام ده كوبي وتختار زي مثلا ديت وتقول له قول لي الكلام دوت وتكتبها له هنا عشان يجيبها لك في الشاشة بشكل. Hello world, my name is Moaz Omar. تمام، وخلينا نغير الخلفية انت بس كده ايه شكل لذيذ شوية. Hello world, my name is Moaz Omar. وتعمل شخصية تانية وده يتكلم وده يتكلم وتبقى مكتوبة وصوت، فبتدي شعور جميل كده ان في قصة متحركة.